السوريين لبعض، معي أنا بسام داوود لنحكي عن مبادرات أنفي السوريين للسوريين. مرحبا. كثير من السوريين حاولوا وسعوا لفترة طويلة للدفاع عن سلمية الثورة حفاظا على دم أهلهم السوريين ولإيمانهم بأنه العنف ما بجر إلا عنف، وتمثل هالشي بنشاطهم السلمي. بس للأسف مو كلهم قدروا يستمروا مع وجود الكم الهائل من القمع والاضطهاد والانتهاك بكثير من المناطق السورية، مثل مدينة الرقة يلي كانت لفترة طويلة تحت سيطرة تنظيم داعش يلي لاحق الناشطين وتخلص منهم بين قتل واعتقال وخطف وتهجير. رح نحكي اليوم عن حركة حقنا يلي انطلقت بمدينة الرقة كوحدة من المبادرات السورية السلمية يلي أسكت العنف والاستبداد. حركة حقنا بتعرف الحركة حالها بأنها حركة غير سياسية، وإنما هي حركة احتجاج لتخلي صوت الناس مسموع، حركة شعبية ما في مكان فيها لرئيس مرؤوس، بتآمن بضرورة بناء سوريا مدنية ديمقراطية مؤسسة على قاعدة الحريات والعدل والمساواة بين كل المواطنين واحترام كل الديانات والعقائد. بداية حركة حقنا كانت بسنة 2012، وقت تلقى مجموعة من الناشطين السوريين بمدينة الرقة تدريبات بالمقاومة المدنية والكفاح اللاعنفي، وخلال هاي التدريبات طلعت فكرة تأسيس حركة حقنا لتكون معنية بالنشاط السلمي للدفاع عن حرية السوريين بوجه كل مين عم يحاول يسلبون إياها. وبلشت الحركة نشاطها على الأرض ببداية 2013 بشكل خاص بمدينة الرقة للمساعدة بإدارة التجمعات المدنية وسد الفراغ الناتج عن خروج المدينة عن سيطرة النظام. نظمت حقنا بالرقة فعاليات كتيرة، منها مشاريع تحت عنوان دمار بيهدف لتوثيق الدمار اللي صار بالمدينة بالكتابة والصور، بالإضافة لإقامة أنشطة ثقافية داخل المباني المدمرة. شاركوا نشطاء الحركة بمعظم حملات تنظيف المدينة مع حركات وتجمعات تانية، كمان أطلقوا حملة أعرف حقك ووزعوا فيها مناشير بتتضمن بنود من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. بفترة وجود المدينة تحت سيطرة فصائل المعارضة نظمت الحركة نشاطات ومظاهرات واحتجاجات على التجاوزات اللي ارتكبتها الفصائل، مثل خيمة عزاء الوطن يلي نصبوها احتجاجا على اعدام جبهة النصرة لثلاث اشخاص بساحة المدينة الرئيسية، وشهدت الفعاليات مشاركة من القوى والمنظمات الشبابية بالمدينة. رفعوا الناشطين شعارات مثل ساحات الحرية ليست ساحات اعدام، حقنا ليس رصاصة، وكمان شاركت الحركة بالاعتصام المستمر أمام مقر جبهة النصرة للمطالبة بالمعتقلين اللي اعتقلتهم الجبهة بشكل تعسفي. نشاطات الحركة وفعالياتها ما انحصرت بالمدينة بس، امتدت لريف الرقة كمان بإطلاق عدة حملات مثل جولة حقنا لدراسة المجتمع الرقي يلي ركزت على المساعدات النفسية للأطفال. من أهداف حركة حقنا نشر وتعزيز ثقافة الانتخاب وترسيخ الاحتكام للصناديق والاقتراع كأساس للتمثيل واكتساب الشرعية. وعلى نطاق أوسع بتهدف الحركة لنبذ الطائفية واستئصال الفساد لبناء دولة المساواة والقانون، والتأكيد على أهمية صيانة الدستور بعد ما تشارك بصياغته كل مكونات الشعب السوري. دستور بيفصل بين السلطات التشريعية التنفيذية والقضائية بشكل بيكفل أنه ما يتولد استبداد من خلال تدخل السلطة التنفيذية بعمل أجهزة الدولة. بال2014 بعد ما تعرض عدد من أعضاء الحركة للاعتقال من قبل تنظيم داعش صار الاستمرار شبه مستحيل، خاصة أن القائمين على الحركة معروفين بالمدينة، فاضطرت الحركة توقف نشاطها السلمي بالمدينة، وظل بقلب شبابها إيمان كتير كبير أنه من حق الإنسان السوري يحصل على حقوقه. لكل الناس اللي عملت شي لهالبلد ولأهل البلد بنقول شكرا، لأنكم سوريين لبعض. سلام. سوريين لبعض، معي أنا بسام داوود لنحكي عن مبادرات أنفي السوريين للسوريين.